يا اولاد واحد واحد لو سمحت. العب 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 العب. مرحبا عمي. اهلا وسهلا اهلين. قديش عمرك؟ عمري من قد وما قد. تفضلي تفضلي. مرحبا عمي. اهلا اهلا. قديش عمرك؟ انا بصف الثاني. ثاني. اوكي تفضلي. مرحبا عمي يا ابو مرجيحه، مع انك مش عمي. اهلا اهلا يا ابني. اهلا. انا مش ابنك. الا انا ابن ابو فصحى. ابو فصحى حلو. ابو فصحى في ابو فصحى. إيه قديش عمرك؟ انو صف انت؟ سبع سنوات. سبع سنوات يعني بصف. اوكي تفضل. تنك يو. الدخول لهذا المحل فقط للصغار. انا صغار. انت صغار انت؟ انا معاهل. كيف يعني صغار؟ يعني زي هدول اللي فاتوا اسا، انا معاهم. يعني كيف يعني؟ شوفني كيف بنط بنط هيك زي البنات. ايوه يا سلام. طفلي ولا مش يا طفلي؟ سلام سلم. ضحكتيني. عم بقول لك قلت لك انت مش صغار. تعرفي شو؟ فرجيني هويتك. هويتي؟ ايوه ايوه. خليتها مع فوزي موزي. فوزي موزي. هذا اللي اسا فات قبلي. قاعد رافع لي راسي. فوزي موزي. لحظة فوزي موزي، الرجاء الحضور إلى المدخل. فوزي موزي، الرجاء الحضور إلى المدخل. فوزي موزي، الرجاء القدوم إلى المدخل. شوفي ديدا عم بلعب مبذورة. حضرتها بتقول إنها صغيرة. بدي الهوية تبعتها. ليه؟ عشان يعرف قديش عمري. أعطيه الهوية. طيب وإذا تعرف إيش عمرها؟ علشان تفرجيني إنها هي صغيرة. الهوية. بس تيتان. بس أنت مش صغيرة. نعم 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 نعم. عم بقول لك تصبر. كيف وين الهوية؟ الهوية. ناول الهوية. هي هوية بالبيت. روح جيبها من البيت وتعال. روحي بسرعة فوزي موزي تتأخرش. أوكي أنا رايح. إلى اللقاء. هو أنا بفوت بلعب على الرجل. تفضلي هون. يا اولاد واحد واحد وليد. ايه اتعصبوا لنيش. يا اولاد الى جميع الاطفال، بعد خمس دقائق رح نسكر المحل، الكل يستعد. اي هوية تيتا؟ شو اي هوية؟ قلت لك روح جيبها من البيت. ايه نسيتها، روح اشتريت بوزة. شو؟ ضل خمس دقايق وبسكر المحل. يلا اسا بروح بجيبها. الى اللقاء. شو عمل فيه؟ فرجيك. نعلن للجميع اقفال المحل. راح نعمل حفلة. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص.